اشتريها فهي موجودة خلاص يعني لو تقول لي نبي 204 خلاص في الجرواد انا تجيب لي يعني كل ثلاجة كانت تحمل 50 خمسة كل جلد فيها 50 جثة. نرجع في شوي موضوع الجنسيات، موضوع الجنسيات اللي 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 تعرفنا عليهن عن طريق المبرزات الموجودة عندهم كجواز سفر، كبطاقة شخصية، كرخصة قيادة، كمبرزة تدل على جنسية الشخص. هل لكن كل احنا بناء على الجنسيات نقولوا فين بناء على الموجودة معاه.